خليني انا سأليني. فوتبول يعني رؤية فكر. لعبة بنلعبها ننبسط فيها. لا انت ضدي، انت ضدي. بحلم انه يكون لعب منيح فوتبول، بصير العب منيح كثير. ما بصير شيء اذا خسرت ولا ربحت، كلها لعبة، كلها لعبة. فكرت صاير في حرب ودغري ضبينا على البيت، بس نمت خفت كتير انه يصير واحد تاني، وحسيت قلبي بلش يدق بسرعه كتير، والصوت اللي طلعوا الانفجار كتير 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 كان بخوف. ايوه الامل مثل انه انت تكوني واثقه بالشي اللي حيصير بالمستقبل، يعني اي هوب، يعني ان شاء الله، اي هوب، يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله. توسى بالشيء اللي عندي امل اكبر ويكون عندي عائله وجيب اولاد وبعلمهم كيف يلعبوا فوتبول، بحميهم عن الخطر، يعني اذا صار لهم شيء انا بروح وبحميهم. عنا أمل بلبنان إنه ما عاد يصير هالشغلات ويعود مثل ما كان. أنا بدي كل الفقراء يصير عندهم مصاري ويقدروا يأكلوا، والبيوت اللي تكسر يرجع يتعمروا، وكل واحد يكمل حياته الحلوة.